بقى نعمل وصفه الرز بالكبد والقوانص، خطيره خطيره وهتليق جدا مع السمان المشوي الحلو ده. انا معايا رز بسمتي، تمام، تقريبا كوبايتين كبار من الرز البسمتي. في انواع يا جماعه، الرز البسمتي ده انواع كتيره جدا. انا كنت فاكره ان هو الرز البسمتي ده يعني حاجه واحده، لكن لا، ده في انواع كتيره جدا، فانتوا محتاجين تجربوا لغايه ما تلاقوا نوع حلو انتوا خلاص هتلاقي نفسكم اعتمدتوه وهو ده اللي انتوا بتشتغلوا بيه. في ناس بتغسله، في ناس بتنقعه، في ناس بتستخدمه على طول. بصراحه انا من الناس اللي بستخدمه على طول، بجيب نوع كويس ما بيحتاجش خالص ان هو يتغسل ولا اي حاجه وبستخدمه فورا، تمام. لكن لو انت ناويه تغسليه او هو مكتوب عليه ان هو مش مغسول وانت هتغسليه، تاخد له شطفه كده تحت الحنفيه وتصفيه كويس قوي ونشتغل بيه، تمام. ده الرز البسمتي. معانا بصلية كبيرة حلوة كده مبشورة ناعم، معانا معلقة من معجون صلصة الطماطم، معانا رشة قرفة خفيفة، معلقة صغيرة من الحبهان البودرة، هنحتاج كمان ورق لورا أو ممكن ورق لورا بودرة. دلوقتي بقى في عند العطار بتلاقوا ورق اللورا ده كده بودرة، بيبقى جميل قوي من غير برضو ما ايه نحط الورق نفسه يبقى كبير كده. معانا بقى كبد فراخ متقطعة صغير، معانا قوانص كمان بتاعة الفراخ متقطعة صغير، بس أنا القوانص سلقتها علشان إيه يعني أضمن إنها إيه ما تاخدش وقت كتير مع الرز أو تكون لسه بتشد. هنحتاج كمان فصين من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ملح وفلفل ورشة شطة، وفي الآخر شوربة. وهقول لكم أنا بحط الشوربة قد إيه وبالنسبة للرز. أول حاجة هحطها زيت، ممكن تحطوا كمان سمنة لو عايزين. عايزين كده ايه نعلي النار بس كده. وعايزة انزل اول حاجة بالقوانص المسلوقة، عايزاها تتشوح كده، تاخد لها كده تشويحة بس هي لسه الزيت هيسخن شوية. معانا مين يا استاذة سمورة؟ معانا سما. الو الو يا سما، ازيك؟ تمام. عاملة ايه يا روحي؟ الحمد لله. تحبي الاكل صح؟ يعني. طيب قولي لي هتتغدي ايه النهارده ولا لسه مش عارفه؟ لا لسه مش عارفه. قولي لي عندك اي سؤال؟ عاوزه طريقه عمل المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل؟ حاضر هقول لك حالا دلوقتي. المكرونه البشاميل بنسلق المكرونه وبنعمل لها بقى ايه العصاج اللي هو اللحمه المفرومه، بنعصجها مع بصل ملح وفلفل، رشه خفيفه من جوز الطيب لو موجوده، وبنعصج اللحمه طبعا بصلايه بس كده. نيجي بقى للبشاميل، بتجيبي حله ونحط فيها معلقتين كبار من السمنه، اول ما السمنه كده تبتدي تسيح ننزل على طول برده بمعلقتين كبار من الدقيق ونقلب الدقيق مع السمنه، هتلاقيه بقى كريمي كده. نقوم حاطين معاه لتر من اللبن الحليب، لتر لبن حليب. يا ماما ايه اللي بيطير ده؟ نهار ابيض. لتر من اللبن الحليب، تمام، ما يبقاش سخن، يبقى بارد او من الثلاجه. مكعب مرق، معلقه كبيره من الجبنه الكريمي، ملح وفلفل، ممكن تحطي كمان شويه شوربه مثلا لو في، او شويه ميه سليق مكرونه، تمام. ونقعد كده نقلب في البشاميل، هتلاقيه تقل معاكي. لو حسيتي ان هو تقيل قوي محتاجه تخففيه شويه، ابقي خففيه بشويه لبن او شويه ميه سليق المكرونه او شوربه. يا القوانص بيحصل لها ايه؟ ليه كده بس؟ بتطرطش جامد قوي. ننزل كمان بالكبده بقى اهو. نشوحهم الاول الكبد والقوانص كده. عايزين نحط لهم بقى ايه الملح والفلفل. ملح وفلفل ورشة قرفة، ومعانا كمان اهو هنا سبع بهارات. معانا انا حطيت كل التوابل هنا مع الكبد والقوانص بتاعة الفراخ زي ما انتم شايفين. هننزل بقى بالبصل كده اهو، عيني عيني البصل هتلاقوه ايه كارميل كده. انا نسيت اقول لك كمان احنا حطينا صويا صوص كمان في تتبيله السمان، فانت كمان حطي صويا صوص كده. بصوا ادي البصل اهو خطير معايا. ونحط بقى ايه معجون صلصه طماطم، معلقه صغيره،
ونقلب كده. عايزين بس ايه صلصة الطماطم، نتأكد كده انها ايه اتقلبت كويس. وعايزة احط برضو رشة شطة خفيفة خالص اهو، تعمل طعم للرز رهيب. رشة خفيفة قوي من الشطة، هنحس كده ايه بالشطة من بعيد واحنا بناكل الرز كده. نعم يا استاذة سمورة، انا مش سامعاكي خالص. انا حطيت الرز بقى، ونقلب كده في الرز علشان يتشوح برضو وياخد من تقليبة الزيت والتوابل وكل الكلام الحلو ده كده اهو، هيطلع معاكي احلى رز. ومعانا بقى شوربة. انا بحب دايما ايه الرز البسمتي مدام انا ما غسلتوش ولا نقعته احط له الشوربة زيادة شوية، مثلا نص كوباية مش اكتر من كده زي الرز العادي يعني. وبعد ربع ساعة لما بنسيبه بقى يعني يكمل تسوية، لو انت حسيتي ان هو لسه ناشف شوية ممكن ساعتها نرجع نزود شوية شوربة مثلا كوباية ولا حاجة لغاية ما يتشرب معاكي ويستوي ويبقى خطير. انا بسيبه كده يتشرب، واول ما يبتدي يتشرب بغطي الحلة وهدي النار خالص لمدة ربع ساعة تقريبا، ان شاء الله تلاقوا الرز استوى معاكوا بقى خطير. والسمان بقى لا 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 لا، بصوا خطير يا جماعة وملوش حل. حاضر يا أستاذة سمر، حالا اهو. طبعا احنا عاملين الرز بقى اللي بالكبد والقوانص هناك اهو، أستاذة سمورة هتجيب لكم الطبق العظيم ده خطير. ممكن كمان بعد ما نشوح الكبد والقوانص زي ما انا شوحتها في الاول قبل ما نحط الرز، تشيلي منهم شوية كده على جنب علشان تزيني بيهم الطبق، فاهمين قصدي؟ بيبقى برضو حلو قوي.